توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في الاجتماعات التمهيدية للدورة 33 لقمة الاتحاد الأفريقي. يترأس شكري الدورة العادية 36 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي على مستوى وزراء الخارجية الأفارقة يومي 6 و7 الجاري، على أن تليها الدورة العادية 33 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي، وذلك يومي 9 و10 من فبراير.